مواليد الأسد، رائع جدا دخول الشمس إلى برج الحمل مع وجود هذه الكواكب الموجودة في برج الحمل، راح تساعدك جدا 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 هذه الفترة ولمدة شهر إن شاء الله، يعني راح تساعدك. شوفوا أريدكم من هسه مواليد برج الأسد اللي عندهم مثلا رغبة في أنه يكون عندهم ترقية، فتبادرون بأعمالكم بمجهود بدفع انواظب. ليش؟ لأنه إذا راح تروح الشمس وعطارد إلى برج الثور، هذا راح يساعدكم في الحصول على ترقية في العمل، هذا من باب. من باب ثاني الحصول على عمل. ثلاثة، هناك أسفار للبعض للدراسة، كذلك هناك أيضا يمكن يكون فد إيجابية معينة أو طاقة إيجابية راح تستلموها من الشمس وكذلك عطارد وتجمهر الكواكب، أولا كطاقة إيجابية، ثانيا كاستشفاء من أمراض. قسم منكم راح يقرر إجراء عمليات جراحية، هذه راح تساعده في التخطي والتخلص من أمراض. جسمكم راح يكون قابل للاستشفاء طالما عندكم طاقة إيجابية، لكن شو أسوي؟ أتخلص من الطاقة السلبية قدر المستطاع حتى يكون جسدنا طاقته إيجابية، خصوصا مع ولادة القمر في نفس البرج، يعني في برج الحمل. فراح يكون عندنا شنو؟ راح يكون عندنا انه حتى يعني يصل القمر الى فترة البدر اكتمال، هذه الفترة الأدوية العلاجات اللي ممكن ناخذها تكون مناسبة جدا لتداوينا وتشافينا. اكيد بكرة بقوة الله نكمل توقعات دخول الشمس وكوكب عطارد إلى برج الحمل الناري، نبدأها إن شاء الله من العذراء بإذن الله. تمنياتي لكم بقضاء أوقات إيجابية، وأتمنى أنه نتخذ من الطبيعة درس فلسفي في أنه يجب أن نتجدد كما تتجدد الحياة.